بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده باذن الله طالع عندي جرعه مهمه جدا للزغليت بتاعتي، وزي ما عودتكم في الفيديوهات اي حاجه انا بعملها هي اللي بطلع اتكلم عليها، وان شاء الله ده اللي انا هعمله النهارده معاكم. ان شاء الله دلوقتي هنجمع بعض الزغليت من اعمار مختلفه، هنشتغل عليها دلوقتي على الفيديو عشان ما اطولش عليكم. على بركه الله بنبدا الفيديو كده يا جماعة. أنا جمعت الزغليل اللي هي داخل السلاكة زي ما انتوا شايفين كده. أنا قبل ما أبدأ أكلف الزغليل أو أبدأ أكلف اللصوص اللي هي داخل السلاكات عشان تأكل الزغليل، لازم أدي الجرعة دي. الجرعة دي بتاعتنا هي يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده 10 سنتي مية، أهي كده 10 سنتي مية أهو، على ليمونة زي ما احنا شايفين. وليه ليمونه يا جماعه؟ طبعا الناس اللي هي كنا بنتكلم في فيديو قبل كده، ده اللي انا بعمله مع الزغليل بتاعتي اهو كده. ننزل بس الكاميرا. طبعا لو مش عندك طبعا الفلاجيل او الامريزول ممكن تشتغل برضو بنفس الطريقه اللي احنا بنعملها دي كده. ادي 10 سنتي ميه على ليمونه زي ما احنا شايفين اهو كده يا جماعه. ابدا اعصر الليمونه كويس جدا اهو. طبعا احنا عارفين يا جماعه فوائد الليمون بالنسبه للحمام بتاعنا، طبعا ده حمض، والحمض طبعا واحنا عارفين ان البكتيريا لا تتعايش مع الحمض. يعني لو في اي كانكر عند الزغاليل او اي مرض معوي هتبص تلاقي طبعا الليمون ده ان شاء الله هيقضي عليها. ده هيقوم لك الزغاليل بتاعتك ويخلي الزغاليل صحتها كويسه بفضل الله. وهنضيف على 10 سنتي اللي احنا حطيناهم دول نص سنتي خل تفاح. طبعا يا جماعه خلي التفاح ده يا ريت يفضل موجود عندنا داخل السلاكه باستمرار. ادي اهو كده يا جماعه نص سنتي خلي التفاح، هنحطه على الليمونه اللي احنا عصرناها على ال 10 سنتي ميه. ونبدا بقى نمسك الزغاليل بالطريقه دي كده. ده كده يا جماعه قبل ما ابدا اكلف الزغاليل. اذا كنت اكلف طبعا الزغاليل طبعا اعمار مختلفه زي ما احنا شايفين اهو كده. نبدا كده يا جماعه نمسك الزغاليل اهو، نسحب بقى بالسرنجه كده. وامسك اول زغلوله اهو الصغير اللي معانا اهو كده بنفس الطريقه دي كده، وبالسرنجه هديله سنتي اهو. وامسك اللي بعده، امسك طبعا الزغلول اللي بعده كده اهو. بص يا جماعه احنا مثلا هنا على العلامه رقم 5 او الشرط رقم 5 اهو كده، هديله لغايه 4. وادي الزغلول اللي بعده اهو. انسى اي امراض طبعا هتيجي باذن الله للزغاليل اذا كانت طبعا كانكر او اي فطريات بتيجي للزغاليل. وادي عمره اكبر تاني. طبعا بحاول بقى انقل الزغاليل دي كده اهو كده يا جماعه، حتى الزغلول جعان. ادي 2 سنتي، ادي الشرطه 2 يعني. وادي اللي بعده. كل الزغاليل يا جماعه هعمل معاها كده مره او مرتين، انسى اي امراض باذن الله هتيجي للزغاليل. نسحب الجرعه الثانيه، ده اللي انا بعمله مع الزغاليل بتاعتي بفضل الله. ما بيبقاش فيه زغلول يا جماعه عنده اي امراض، حتى الزغاليل المراسله اهي كمان مجمعها زي ما انتم شايفين اهي معاكم. كل الزغاليل قبل ما ابدا اكلف بعمل معاه كده مره الصبح ومره بالليل. هتعب مع الزغاليل بس هيبقى عندي زغلول صحته كويسه ومش هيبقى فيه اي امراض باذن الله. بمسك كل الزغاليل طبعا يا جماعه واحده واحده. طبعا حتى لو كميه الزغاليل عندك كتيره ما تتعبش، ولو تعبت حتى هيبقى ليها متعه صدقني لما تلاقي الزغاليل عندك طالعه صحتها كويسه. طبعا حتى لو انت دي طبعا الزغاليل اللحم اللي احنا بنخرجها، حتى لو احنا خرجنا طبعا زغاليل لحم بتروح لصاحبها او للي هيشتريها باذن الله بفضل الله هتبقى صحتها كويسه ومش هيبقى فيها اي امراض. ده كده انا بعمل الموضوع ده يا جماعه لمده 3 ايام في الاسبوع. يعني مثلا ايه اول 3 ايام في الاسبوع بعمل الموضوع ده، غير بقى ان انا مثلا بدي جرعات بقى في الاجل الكلام ده.
دي كده يا جماعة الجرعة اللي احنا بنديها للزغاليل بتاعتنا، عشان برضو بعض الناس اللي هي كنا اتكلمنا قبل كده مع الزغاليل في عمر 10 ايام ببدأ اديها الجرعة اللي هي زي الامرزول او الفلاجيل، طبعا بيبقى مطهر معوي، زائد ان هو لو في اي كانكر او بكتيريا داخل معدة فرد الحمام او الفيصلة بتاعته عليها تماما، زائد ان احنا طبعا لازم نبقى مستمرين مع الموضوع ده مع الزغاليل بتاعتنا، بخصوصا طبعا في الاعمار اللي هي الصغيره، علشان طبعا نقدر ننتج زغلول كويس خالي من الامراض. الموضوع ده طبعا هنعمله طبعا الليمون طبعا احنا عارفين فوائده، وعارفين فوائد خلي التفاح ما متكترش مع خلي التفاح مع الليمون. طبعا خلي التفاح ده يا جماعه انا بفضل ان انا استخدمه مع الادويه بتاعتي كلها. خل التفاح ده مهم جدا ولازم يكون موجود عندنا باستمرار في المكان بتاعنا. دي كده يا جماعه الطريقه اللي انا بستخدمها مع الزغليل بتاعتي عشان ان انا اقدر انتج زغلول كويس ويبقى صحته كويسه، وحتى كمان زي ما احنا اتكلمنا سواء اذا كنت هربيه او ان انا هبيعه يبقى برضو ان انا اعمل له مناعه كويسه. طبعا الليمون حمض والبكتيريا لا تتعايش مع الحمض زي ما احنا قلنا. ودي كانت حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم، وما تنسناش في نهاية الفيديو باللايك والشير، وما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.